نرجع معكم مشاهدينا، وبالمرحلة الثانية رح نستقبل معنا مروان حيدر خبير زراعي من بيت الزراعة. اليوم رح يطلع معنا ويعلمنا كيف ممكن نزرع بالبيت على بلكوناتنا، إن كان توماتسوريز أو حتى نعنع وحتى يمكن غير إشياء، بس بعتقد هول أكثر شيء نستهلكهم. صباح الخير مروان. صباح النور. صباح النور. يعطيك ألف عافية. من بيت الزراعة اليوم طالع معنا مباشر، حتى هيك تعطينا شوية تبس بهالغلا قد ايه ممكن نكون عم نستفيد يمكن من البندورة ومن النعنع، وبغير حلقات رح نحكي كمان عن غير أمور. صحيح. أول شيء اشتقنا نطلع معكم. نحن اشتقنا اليوم. الله يخليك. اليوم بدنا نحكي شوي عن زراعة البلكون، شو فينا نزرع على البلكون إذا خاصة إذا عندنا أولاد صغار بالبيت أو إذا لقلنا بين تومات سوريز ونعنع والاشياء الثانيه. رح نحكي اليوم عن التومات سوريز، كيف فينا نستفيد منه، لانه شكله التومات سوريز شكله كثير كريمه، بتعطي كميات هائله، وبوقت معين من الموسم فينا نرجع نقص منها تقريبا 30 40 سنتي من فوق، ترجع بتطرد عن جديد وبتعطينا تقريبا لشهر 11. دونك اذا زرعناها هلا معنا موسم طويل نزرع فيها. رح نبلش بالتومات سوريز، واذا لحقنا بنحكي على النعنع. تومات سوريز فينا اول شيء نزرعها ببذور عادي، فينا نجيب صينيه مثل هالصينيه ونعبي فيها تراب. اكيد التراب بده يكون معمول من تور وتراب عادي او كرو على الحل، نقدر نعبيها. وفينا نحط بقلب البذور، نحط بقلبها بذور البندوره وبنصفيها صبح وعشيه اول فتره، ومن نجرب حتى بمحل دافي لحتى يصير في عليها تفريق للبذر. وقت منخلص هيدي الزرعة ليش يطلع البذر رح يصير عنا هيدا الشكل. هيدولي شتل بندورة الكردي، بندورة سوري، فينا نزرعها بهيدا الشكل. بس تصير بهالمرحلة نقدر ننقلها على فوق أكبر. هلأ اللي ما عنده هاي الصواني بيقدر شغلة بسيطة بيجيب بويات مثل هالبويات الصغيرة، أو حتى بيقدر يزرعهم بكبيات بلاستيك إذا منه عايزهم، شرط إنه يكونوا مبخوشين من تحت أو يبخشون من تحت. وكمان نرجع ننقل على الفوق الكبير. صعبة صعبة تعيش ولا بدها قصص هيك نزيد لها نضيف لها للتربة؟ ما بعرف كل قد ايه لازم نسقيها، مثل ما ذكرت لازم ما تكون يمكن بمطرح في شمس أول مرحلة، يعني مش دغري بنحطها على البلكون. لا بلا، فينا نحطها بمحل شمس بس بدها نصفي صبح وعشيه اول 10 ايام، يعني بدها تضلها رطبه، لانه اذا البذره تعرضت للشمس شوب كثير وتراب نشف رح تحترق البذره وما رح تعطي شكل. وكمان بس بدنا نزرعها بدنا نغطيها بطبقه خفيفه، طبقه خفيفه تراب فوقها، وبنرجع بنكبسها لحتى البذره تكون محافظه عليها التربه بين اثنين، يعني تراب بذري وبعدين فوق منها تراب، مش يعني سمكه كبيره، سمكه خفيفه، لازم نقيها فتح وعشيه اول 15. عظيم. بالنسبه اذا بدنا نزيد لها مغذيات، هيدا التيرو ديجا المغذيات بقلبه، يعني كيف ما كان بيضيلنا على القليله شهرين قبل ما نحط لها مغذيات، خاصه اذا عم نزرع بالبيت لحتى ما يكون عندنا كثير كيماوي بالاشياء اللي عم نزرعها. عظيم. بالنسبه للتومات سوريز إذا بدنا نزرع ببو، يستحسن نزرع ببو مستطيل أو ببو مبروم مثل هيدا. هلا تنستفيد من الكرم تبعها، خلينا نزرع ثلاث شتلات بحوض تقريبا 60 سنتي أو 70 أو 80 سنتي. أهم شيء بالحوض بده يكون من تحت عنده مهاري بالماء، مثل ما شفنا هون عندنا مهاري بالماء، لأنه إذا ما حطينا مهاري بالماء حتراب يعفن، وبالتالي شكلي بعدين رح تنتزع وما رح تعطينا الموسم مطلوب. اول ما نحضر البو بدنا نجيب البيدرجيل اللي هن او بحر، اللي ما عنده بيدرجيل في حط بحر. البيدرجيل بحافظ على رطوبه الشكله وبيخلي الهواء يمرق على التراب من تحت، وبالتالي بضل التربه ما عم بيصير عليها عفونه، عم تتهوى دائما. نحن رح نحط البيدرجيل بقلبها، هيدا الرفش بزياده اللي حطيناه. نرجع بنجيب جيوتكستيل او البديم او الفوت، وبنحطه فوق الجيوتكستيل، البيدرجيل، نعمل طبقه عازله بين التراب وبين البيدرجيل. هيدا الفوت بمرق المي
بس ما بيمرق الشلش، يعني الشلش ما في يقطع منه وينزل يفكر المهاري تبع الفوق وبالتالي تما يصير عنا عفون. هلا رح نحط جوي تكستيل نجرب نعليهم شوي على البروا من فوق لحتى ما يصير عنا شلش يطلع وينزل من ميلة ورق، وبنجيب تراب الخلطة اللي حكينا عنه وبنحطه. هيدا تراب هيدا فينا نحن نحصل عليه اكيد من عندك، هو ديجا في كل شيء صح؟ صحيح، نحن من زمان وجاي بنحضر خلطين للناس اللي بتجي لعنا. هيدي الخلطة فيها سماد عضوي اللي هو السوغرين، وفيها التيرو، وفيها تراب العادي او السماد العضوي مع التور مع تراب العادي، بنحطهم تلت 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 وبنشتغل عليهم. اذا شفتي التراب كثير هش وحتى الشلش بقلبه بمد بطريقه منيحه. هلا نحن بس نزرع بس نظبط التراب، اذا بين فيهم شويه تلع اكيد لازم نكسرها ونرجع نحطها بالتراب لانه بكون شوي جمع عليهم الماء. اوكي. بس بدنا نزرع يعني يجي تغري نص صينية ناخذ شكلة مثل ما شايفينها هيك، شايفين قد فيها شلوش، يعني صارت الشكلة كثير لازم صارت هلا فيها نزرعها بطريقة هينة، دغري نشيلها وبنزرعها، واللي عنده فوق بيقدر، اللي ما كان عنده صواني بيقدر يزرع دغري شكل من الفوق يشيلها بهالطريقة هيدي عليها مي، رح نشيل وحدة معلقة يشيلها بهالطريقة وبيزرع. رح نزرع أول شيء شكل يلي جاي بالفوق. قد ايه بالساعة هيدا الفوق قد ايه بالساعة اللي هلا عم تزرع فيه؟ كم شكل؟ ثلاثة بس. ثلاث شكل، ثلاث شكلات يعني فينا نقطف منها كل يوم. والله؟ نعم. اوكي. بس نزرع بناخذ أول وحدة على أقصى يمين الفوق، نرجع ثاني وحدة بنحطها بالنص، مش من الاول بنحطها بذر هيك لما تصير بهالمرحله بننقلها. صحيح، لانه هي وصغيره بتكون بعد الشلش تبعها هون منه كافي يعيشها، يستحسن بس تصير بهالمرحله فينا ننقلها، وكمان يستحسن ما تكون كثير عاليه لانه ما بقى تصير عندها مشاكل ترجع يمد شلشها بالارض وتعيش. أوكي. نحن لما نشي نزرعها بهالطريقه اول شغله توماتو ريز دائما نحن على البلاكين بدنا نجرب نروح على شكل ما يكون عنده حملين كثير، يعني اليوم اذا عم نحكي بندوره جبلي ما فينا نزرعه على بلكون، بندوره امريكاني او زهريه او قلب العجل هاو ما فينا نزرعه على بلكون الا اذا كان عندنا بلكون 50 متر، بس اللي عنده بلكون من 10 امتار واقل في يعمل هالبويات ويستفيد من كل شيء زرع قدام بيته قدام بلكونه ويطلع منه انتاج. هيدي توماتو ريز مثل ما ذكرت اذا زرعناها هلا رح تبلش نقطف منها بعد شهر ونص شهرين، وفيها تضل معنا لشهر 11، يعني تخيلوا قد ايه بنقدر نقطف منها، ومن وقت للتاني اكيد بعد شهرين يستحسن نرجع نزيد لها حماد عضوي او بنزيد لها تيرو تيرا جرين اللي هو قدامنا هلا. تيرا جرين بخليها شوي هشه للتربه، وكل ما صيناها بترجع بتفوت لجوا وبتقطع بين الجذور وبترجع بتعمل حمايه للجذور. هذا هو شكله حلو، يعني كمان عم نزرع شيء مش يعني شكله كثير حلو 100% اكيد اورجانيك. نرجع بنحط لها تراب للجذور. هي عم تحكي بعد فتره ولا بعد شهرين؟ بعد شهرين. بعد شهرين، لانه نحن على كثره السقايه هالتيرون موجود يا بينزل لتحت يا بيكوش لفوق ما بقى ياخذوا الشلش كثير. نرجع بنحطها نرجع نسقي عن جديد فيه، ودائما من بعد اول زرعه بدنا نسقي بطريقه بكميه كبيره، يعني مش كميه صغيره. نحن لما ما يكون موسمها بعد شهر 11 بنضل عم نهتم بنفس الطريقه فيها؟ لا خلص لازم نشيلها هلا، لانه البندوره هي موسميه. أوكي. يعني بنزرع هالموسم تنتجي بدنا نرجع نزرع شيء ثاني. هلا ان شاء الله بالكادر بناخذ لكم ورا كيف نحن بنزرعهم وكيف بيرجع بيجوا المزارعين او الناس البارتيكولية بياخذوهم من عنا وبيزرعون، رح يبين هلا عندكم بالكادر. اوكي. هدول نحن بنزرعهم بنحضرهم في البندوره في الفليكس الحلوه الفليكس الحره. نحن فينا ناخذهم هيك يعني من عندك؟ هو موجودين بيت الزراعه بنطلياس. نعم. اوكي عظيم. نعم. ها
او موجودين بكميات يعني، وكل حدا بحب يزرع حتى ما يزرع البذره ويمطرها احسن ياخذها شتل 100%. وفي شغلتين يعني، اليوم بيجي حدا بيقول لنا بدنا روكا للزرع. الروكا ما بتنزرع شتل، بتتاخذ بذر. مثلا بقدونس احسن يتاخذ بذر، مع انه عم نعمله شتل، في كثير ناس عم يطلبوا منها، بس يستحسن يتاخذ بذر. هلا نحن بنسقي، بس دائما عندنا فكره شوي انه لازم نسقي الورق تبع البندوره هيك بيصير احسن. لا ابدا، ما لازم نحط مي على الورق لانه بيعمل لنا امراض فطريه. لازم نسقي دائما على التراب، نبعد المي عن الورق. هلا رح نسقيهم، لاحظتي انا ما قربت المي على الشكله. ونسقي كثير اول سقوه. وبنصير كل يوم مرتين. شفتوا الشكلات؟ بس يكبروا اكثر نقدر نجيب قصب تيوتر طول متر ونص او متر، وبنشكهم حد كل شكله، وبعدين بيصير عندنا فانس بندوره كرزي، وهيك ساعتها بيصير عم نطلع انتاج البندوره الكرزي من عنا، وبنكون كمان عم نوفر شوي نشتري من السوق، لانه شوي اسعارهم غاليه هلا. شوي كثير هلا هالمرحله نحن بحاجه، كل جمعه تقول لنا شو فينا نزرع. بنروح على النعناع؟ بنروح على النعناع. يلا رح شيل هيدا البو من حدي ونرجع على نعناع. اوكي. نعناع هين كثير، شكله كثير بالضبط بدي شلوش منه. عظيم. شكله كثير بلطه. بنجيب هذا الفوق، اكثريه الفويات الموجوده بالسوق ما بيكونوا مبخشين. اجباري نحن نرجع نبخش الفويات، بنجيب مقاس. وهيدي كيف بتصير؟ بنعمل له نحن الفخويت تبعه. اوكي. في مطرح بيكون لإله ولا نحن في محل هون، بس اوقات بيكون البلاستيك كثير بيعذبنا شوي لحتى ينقص، بس دائما لازم نعملها ولا ودغري منبلش بهيدا الحجم من البو، ما منبلش مثل ما فرجيتنا قبل التومات سوريز 100%. نعنع لانه نحن المحضرين هون بنحضر بويات كبيره، بالبويات الكبيره بعد فتره اكيد بدنا ننقلها، يستحسن ساعتها نحط ببو كبير، لانه النعنع وقت اللي مش عايزينه فينا نقص ونيبس منه ونخليه نعنع يابس بالبيت، يعني فينا نستعمله كل الوقت، اذا مش عايزينه اليوم نستعمله نعنع يابس، وقت اللي عايزينه دغري اخضر نستعمله اخضر، عايزينه تيغلوه مي ويشربوه كمان زيت التربة. اوكي. كمان عندنا زيت الخبرية، وحتى نحافظ نحن بس نحط البيد رجيل هي بس تنحافظ على الشكل تعيش عنا فترة طويلة لحتى البو ما يصير فيه عفونة، عشان هيك أنا بركز على البيدر جيل أو على أي نوع بحص ينحط. هذا البحص حطيناه بعد ما صار عنا كل، وبيرجع من بعدها بدنا نحط كمان جيوتي كثير. دايما بدنا نفصل صح؟ نعم دايما بدنا نفصل، دايما بدنا نفصل، يعني بدنا أكيد. نحط نرجع كمان أكيد، خاصة شلش النعنع كثير قاسي، يعني بس ينحط شلش بيعبي كل شيء، احسن انه شلش ما يقطع بالجيوت كثير، بصير يلف على قد الترابيه، وبالتالي ما بقى يكون عندنا مشاكل انه نزرع النعنع. هلا حطيناها سكرناها كلها على جوانب، اذا بتحب تشوف كيف محطوطه، صارت مسكره على كل شيء، وبنرجع النعنع فينا نزرعها او بتراب خلطه او بالتيرا جرين يلي هو موجود قدامنا هون. تيرا جرين هو تراب تيرو بينزرع فيه كل شيء، رح نحط التيرا جرين مثل ما شفنا، تراب كثير هش للشلش كثير منيح بمد بدري. نرجع نجيب النعنع بدنا نزرعها، هاي النعنع رح ننقي وحده قدامنا، هي كمان فينا ناخذها هيك خالصه صح؟ صحيح. هلا في عندنا بويات اصغر وفي بويات اكبر، يستحسن تاخذوها بهيدا الحجم. بالنسبه لنوعيتها كثير منيحه بتضين، هيدي بتضين صيف شتي، لكن سالتيني على التومات سوريز قد ايه بضاين، تومات سوريز بضاين موسم، النعنع بتضاين على طول طالما عم نغذيها، طالما عم نحط بقلبها تيرو وعم نحط لها شويه فيتامينات سماد عضوي مش كيماوي بتضاين كثير. زي ما بس نمسكها للشتله احسن نهز الشلوش شوي، ما نخليهم مثل ما هن ماشي مثل ما هن مبرومين على بعضهم، وبنسقطها للنعنع. بس نسقطها للنعنع بدنا نكبس التراب عليها كثير،
بنرجع بنزيد لها شوية تراب على الدوية. بهالطريقة صار عنا نعناعة موجودة عنا بالبيت كل الوقت، فينا نحط فويين بفرد بوف بتكون عنا نعناعة كتير كبيرة، وبنرجع بصيها كمية وافية من المي. كمان ما يجي على الوراق؟ باردون؟ كمان ما يجي على الوراق مي ولا ما في مشكلة مع النعناعة؟ ما بتعمل كثير أمراض سكرية مثل البندورة، لأنها مشكلة. البندورة دغري بيعمل مرض سكري، بدنا نحط له كبريت وبدنا نرشه قليل. النعناعة إذا إجا مي عليها على ورقة، ورقتها قاسية ما بتأثر كثير. فينا كمان إذا عندنا جنينة بعيدة عنا، مثلا عندنا بيت ببيروت وجنينتنا بجبل وفي عندنا نعناع فوق، نقدر نجيب شلوش نعناع مثل هالشلوش هيدول، بنقطعهم من الارض وبنرجع بنجيبهم وبنزرعهم، بنطمهم كلهم بالتراب. رح نزرع بهيدا الفوق ورح نحط له تراب للفوق. دائما يمكن مثل ما شفنا هون الفوق كله مبخش من ورا لحتى هالماي تنزل منه. هيدا الفوق صغير فينا نشيل، اذا بدنا نعمل فويات كتار مش فوق واحد بنقدر نشيل شلش، فينا نقص النعناع الموجود فيه بنحطه بالتراب وبنطمه كله. نخلي شوي منه مبين ما بيأثر. نخلي شوي صغير مبين، وكمان نص مي هيدي النعناع بعد 15 20 يوم رح يصير عندنا فوق مثل هيدا، اكيد مش بهالكبر، على شهر شهر ونص يصير عندنا فويات كبيره مثل هي، نقدر ننقلها ونحطها على البلكي. دائما دائما بليز كل هالشيء اللي عم نزرعه نحن هون بدون شمس، على القليله من 11 للتنتين ثلاثه بعد الظهر، هو مش للبلكين يلي عليهم في، بدنا ننتبه احسن ما نزرع ونتعذب على الفاضي يطلع اخر شيء مش مضبوط. هلا اللي عنده سطح بنايه، اذا بتقول اهل البنايه ببعضهم يزرعوا على السطوح، هيدي شغله كثير مهمه، يحطوا فويات يحطوا لهم الجيوتكستيل والبحث لما يصير في عندهم نش على السطوح، ويزرعوا خضره، هيك بيكونوا عم بيوفروا على حالهم كثير مشاكل. يعني ميرسي لك مروان، يعطيك الف عافيه، وان شاء الله كمان كل اسبوع بتعطينا هيك فكره جديده كمان، لانه بعتقد بهالمرحله كله عم بجرب يوفر، وبذات الوقت كمان بنكون عم ناكل شيء صحي اكثر من انه نشتريه مع مبيدات وغيره. يعطيك الف عافيه. بدي شوي نروح اكثر على زراعات الخضره بالبيوت، اللي عنده محلات فيها زهور اكيد ما يشيلها يعني، بس يكثر اشياء خضره احسن. 100%. يعطيك الف عافيه. ميرسي لك. نهاركم سعيد. ميرسي للمشاهدين وإلك كمان. بريك صغير مشاهدينا ومنرجع لكم.